أوقعت قرعة الدور دور 16 لمسابقة كأس مصر لكرة القدم موسم 21-22 أوقعت الزمالك في مواجهة الإسماعيلي، كما أوقعت القرعة النادي الأهلي في مواجهة مصر المقاصة. هذا وقد أعلن نادي الإسماعيلي انسحابه من هذه المواجهة، مواجهة الزمالك، اعتراضا على ما وصفه بتوجيه القرعة، حيث أكد أن رابطة الأندية ولجنة المسابقات باتحاد الكرة تعمدت تثبيت الأهلي والزمالك أول وثاني الدوري الممتاز في الموسم الماضي. هذا واختتم فريق الأهلي وبيراميدز تدريباتهما استعدادا للمباراة القادمة في دور 16 لبطولة كأس مصر 21-22 باستاد القاهرة الدولي في 9:30 مساء غدا الأحد. الأهلي نجح في الفوز على إنبي في دور 16 من نسخة العام الماضي بهدف وحيد، بينما تأهل بيراميدز للربع النهائي بعد تغلبه على سموحة بالثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي وبيراميدز لمواجهة بتروجيت في نصف النهائي من نسخة كأس مصر الماضية والتي لم تكتمل حتى الآن. تفتتح بعد قليل دورة ألعاب البحر المتوسط 2022 في مدينة وهران الجزائرية، والتي كان من المقرر أن تقام في صيف 2021، لكن تم تأجيل هذه الدورة بسبب تداعيات فيروس كورونا. وتشارك بهذه الدورة 26 دولة متوسطية بواقع 18 دولة من أوروبا وخمس دول من إفريقيا وثلاث دول من قارة آسيا. وتشارك مصر ب19 رياضة مختلفة، من المقرر أن يحمل علم مصر في افتتاح البطولة كل من سيف عيسى بطل التايكوندو الأولمبي وفريال أشرف صاحب الذهبية طوكيو 2020 في الكاراتيه. اختتمت التشيكية بيترا كيفيتوفا استعداداتها لبطولة ويمبلدن بالفوز على إيلينا أوستابينكو بطلة فرنسا المفتوحة في المسابقة بنتيجة 6-3 و6-2 لتحرز لقب بطولة أسرن الدولية للتنس. وقدمت كيفيتوفا البالغة من العمر 32 عاما قدمت أداء رائعا ومثاليا عند امتلاك الإرسال، وسددت 18 ضربة ناجحة لتتفوق على اللاعبة اللاتفية الفائزة باللقب في العام الماضي. هذا يعد هو اللقب 29 في مسيرة كيفيتوفا اللاعبة التشيكية والأول لها في أكثر من عام، لتستعد بذلك بأفضل شكل ممكن لويمبلدون والتي أحرزت لقبها مرتين من قبل وتنطلق يوم الاثنين القادم. انتهت جولتنا الرياضية، لكن أخبار التاسعة ما زالت مستمرة مع محمد ورق.